أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونرحب مرة أخرى بضيفي في الاستوديو الدكتور أحمد تويني العنزي، رئيس الجمعية الطبية الكويتية. مساء الخير دكتور، يسعدنا وجودك معنا اليوم. مساء النور، يا هلا حياك الله. يعني في البداية دكتور، تاريخ 30 مارس، ماذا يعني لكم كأطباء؟ طبعا احنا بالكويت أو بكل العالم، معظم الدول المتقدمة تحتفل في يوم الطبيب. الكويت أيضا بدأت الخطوة هذه عن طريق الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية، وبالتعاون مع وزارة الصحة حددنا تاريخ 30 مارس اللي هو أمس كيوم للطبيب أو يوم الطبيب في الكويت. الهدف منه دعم الأطباء، أن نذكرهم يعني دورهم وقيمتهم وأهميتهم في المجتمع، ويعني الالتفات إلى حقوقهم، ونجعل كل المجتمع ينتبه إلى هذه الفئة المهنية ويذكرها بالخير ويذكرها ويعطيها حقها من ناحية الإعلام. احنا في مرحلة حرجة جدا قاعد تمر على العالم كله، وهي وباء كورونا، والكل يعرف شنو دور الطبيب كعمود فقري، كارتكاز رئيس لمكافحة وباء كورونا. فبالتالي يعني مرور هاليوم هذا أثناء هالوباء لا بد أن نعطي حقه ونذكر بأهميتهم ودورهم في المجتمع. جهودكم واضحة يعني دكتور، تشكرون عليها، خاصة في ظل الأونة الأخيرة والفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا حول العالم. يعني خلنا نأكد على المشاهدين، يعني ماذا يعني التقصي الوبائي، خاصة يعني في الأيام اللي فاتت قاعد نسمع وايد عن التقصي الوبائي، في ناس للحين مو عارفة ماذا يعني التقصي الوبائي ومدى خطورة هذا الموضوع. طبعا اللي يحصل في الوباء حاليا في الكويت هو محاولة لاحتوائه، ومحاولة أن ما ينتشر أكثر من الأعداد اللي موجودة. من أخطر ما يمر علينا أو العوامل التي تمر علينا هو التقصي الوبائي. والتقصي الوبائي هو باختصار شديد نلقى واحد مع التهاب الفيروس الكورونا أو في الفيروس الكورونا، لكن ما ندري شنو المصدر، وهذا خطر جدا، يدل على انه قاعد ينتقل عن طرق احنا ما نعرفها. قد يعني ان في عندنا حالات داخل البلد قاعد تمشي بيننا وقاعد تتحرك بيننا وقاعد تعدي ناس اكثر بيننا واحنا ما ندري عنها. لذلك مهم جدا الناس تعرف، كل ما زادت عدد حالات التقصي الوبائي معناتها في اعداد، في ناس قاعد تتحرك وتزيد العدوى. فبالتالي أهمية نرجع يعني هذه النقطة المهمة، أهمية عدم الاختلاط، عدم الحركة، المكوث في البيت. هذه النقطة بهالطريقة ممكن نحد من الانتشار دكتور. بالضبط. فإذا سمعنا أن في حالة وراها تقصي وبائي، معناتها يا جماعة أنتوا السبب إذا تحركتوا، إذا قعدتوا ببيوتكم راح تقل هالحالات، وبالتالي تقل عدد حالات الوباء ونقدر نحد منه. فهذا باختصار شديد معنات التقصي الوبائي. يعني بشكل مفصل شلون نتغلب على هذا الموضوع خاصة في ظل انتشار التقصي الوبائي؟ طبعا التوعية العامة اللي نعرفها، أن الواحد يقي نفسه من الانتقال العدوى عن طريق غسل اليدين، عدم لمس الإيد، عدم لمس الوجه ومناطق الوجه الحساسة، لبس الكمام في الأماكن المطلوب منها. الأهم شيء هو عدم الاختلاط، لأن احنا قاعد نتكلم عن حالات ما عندها، ما نعرف سبب انتقال الوباء لها. مشكلة هالحالات هذه معظمها معناتها انتقل لها من ناس ما عندهم أعراض، وهذه مشكلة الفيروس في أول أيامه. ممكن يصاب المريض، بل إن نسبة كبيرة منهم يصابون بالفيروس وما يكون عنده أي أعراض، لا سخونة، لا نشلة، لا رشح ولا شيء، بس قابل أن ينقل العدوى لغيره. فإذا أنا المسألة شلون نحد منه؟ أني ما أختلط، ما أزيد اختلاطي بالمجتمع. الحظر المنزلي شوية نشدد فيه، وأيضا أثناء الساعات يعني اللي نقدر نطلع فيها أيضا ما نختلط، نحاول نحد من الاختلاط، ما نطلع إلا للضرورة القصوى بسبب عدم وجود أعراض لمثل هالحالات. بالتأكيد طبعا دكتور، يعني وزارة الصحة تنصح دائما بضرورة اتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي والجسدي.
ودنا نتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع. يعني في ناس للحين يمكن مو عارفه قيمه هذا الامر، خاصه انه يعني عزتنا واحنا نقول لازم التباعد الجسدي، يعني هذا شيء مهم عشان نقي نفسنا وبلدنا من انتشار هذا الوباء. الانتقال الفيروس من شخص الى اخر، ونذكر مره ثانيه ممكن يكون ما عنده اي اعراض شكله طبيعي، تزيد نسبته جدا بالتقارب، يعني مسافه تقل عن متر او مترين ولمده تزيد عن 10 دقائق الى 15 دقيقه. فانا كثر ما اكسر هالقاعده هذه اني اقرب من شخص اخر، انزين ما ادري، مو شرط يكون عنده اعراض، بمسافه قريبه اقل من متر والافضل مترين، وامكث معاه وقت اكثر من 10 الى 15 دقيقه، اذا كان فيه المرض هذا نسبه كبيره جدا انه ينتقل لي الفيروس، طبعا من غير ما اشعر ومن غير هو ما يشعر. فاذا الحل شنو؟ الحل مره ثانيه نرجع التباعد، حتى لو ابي يعني ابي اتواصل مع ناس حواليني، خاصه اللي مو معي في البيت، اللي ما صار لهم فتره طويله معي، اذا بكلمهم مسافه لا تقل عن متر، وطبعا ما امكث معاهم فتره طويله، مو اكثر من 10 دقائق. بالنسبه حق اللي داخل البيت دكتور، اللي داخل البيت طبعا هم قاعدين في مكان واحد، قاعدين فتره زمنيه تتعدى الاسبوعين ان شاء الله، معناته اي واحد بيطلع معه اعراض راح اعرفه، فما راح يكون صعب ان اكتشف اذا واحد طلع معه كورونا واعرف اللي حوالينا كلهم. فمساله التقصي الوبائي مو موجوده في العائله الوحده، صعبه يعني، لان بسرعه اذا واحد طلع اقدر اصيد اللي حوالينا كلهم وتابعهم لين ما أتأكد أن ما معهم المرض. المشكلة في أني أطلع برا وخالط ناس يمكن ما أعرفهم. أنت ذكرت أن في ناس ما تبين عليهم الأعراض، يعني هل ممكن أن يكون في شخص هذه فيروس؟ مشكلة الفيروس الرئيسية في انتقال الوباء هذا يعني ليش الأوبئة السابقة سارس وميرس قدروا يحدونها بسرعة؟ لأن المرض ما ينتقل، أو أغلب المرضى ينتقل عندهم العدوى لما يصير معه أعراض. مشكلة الكورونا لا، ممكن ينقل المرض وهو ما عنده أعراض، فيقعد يمشي بين الناس ويعدي هالعالم هذه كلها وهو ما يدري. إذن ما لنا حل إلا أننا نتباعد، لكن في الأوبئة الثانية أنا من أصير مريض خلاص أعرف أنه لازم أبعد عن الناس أو الناس يبعدون عني. فهذه للأسف الخاصية مو موجودة بكورونا، يقدر يغشنا وينتشر بين الناس بسبب طبعا نرجع مرة ثانية إهمالهم في مسألة التباعد الاجتماعي والاختلاط. طيب دكتور سريعا، يعني كيف يمكن حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من هذا الوباء؟ طبعا هذا موضوع جدا مهم، لان يعني هذه من الامور اللي تكلمنا فيها في يوم الطبيب، انه جدا مهم اتباع الاجراءات اللي تحرص عليها وتفرضها الصحه الوقائيه في وزاره الصحه، طبعا عن طريق اتباع الارشادات من لبس يعني الكمام ولبس القفازات ولبس الجاون لما يتعامل مع المرضى، كذلك لما يكون في منطقة مزحومة أيضا يحرص على ذلك، لما يرجع أو يطلع للبيت ما يروح للبيت إلا يكون فعلا مبدل ملابسه اللي كان موجود فيها بالدوام أو في المستشفى أو لما خالط المرضى، طبعا يحاول الملابس ما تدخل داخل البيت، يحاول ياخذ شاور قبل لا يدش البيت، أو أنه يكون له مكان نوعا ما يكون مرحلة انتقالية بين خلنا نقول داخل البيت والاختلاط مع العائلة. فهذه من الإجراءات، وطبعا هذه مو سهلة تطبيقها، لكن الطاقم الطبي عارف أن عليهم عبء أيضا غير عملهم، أن يحمون نفسهم ويحمون عوائلهم من انتقال الوباء كذلك. دكتور يعني احنا سمعنا أن فيروس كورونا أو أي فيروس له مرحلة عمرية وينتهي. نعم. يعني ماذا بالنسبة حق فيروس كورونا كوفيد 19؟ يعني نعم. شفنا رسم بيان يقول أنه يكون في البداية أقوى وبعدها يعني تنخفض نسبة الخطورة، يعني ما صحت هذا الموضوع؟ هذا إذا تكلمنا على موضوع الوباء بشكل عام. إيه الوباء، أي وباء في الدنيا له مراحل، بداية تسارع ثم تلاشي وانتهاء. نعم. المراحل هذه تعتمد على أول شيء البلد، طبيعة الوباء، وكذلك اتباع الناس للإرشادات والاحترازات، سواء كان من منظومة أو من مجتمع. المدة تزيد والتسارع يزيد جدا، إذا طبعا احنا قلنا بداية تسارع بعدين تلاشي، التسارع هذا ممكن يزيد بشكل كبير
إذا ما حرصنا على موضوع الإرشادات يعني التباعد الاجتماعي إلى آخره، بما معناه أنه ممكن يصير عندنا حالات كثيرة في وقت قصير. لكن إذا اتبعنا الإرشادات المدة التسارع يكون بطيء، فتكون عندنا حالات يعني قليلة، فحتى لو صار معها مضاعفات نقدر نستوعبها كمنظومة صحية ونتعامل معها ونعالجها. أكيد دكتور، يختلف من مكان ولمكان. نعم. دكتور أحمد العنزي رئيس الجمعية الطبية، تداركنا الوقت، شكرا لوجودك معنا اليوم في برنامج معكم. حياكم الله. مشاهدينا، طبعا في ناس حريصة على ممارسة رياضة المشي عشان تحافظ على صحتها ولياقتها البدنية في أوقات قبل بدء حظر التجول الجزئي، لكن ننصحهم أن يمارسون رياضتهم في البيت. برنامج معاكم كان في ممشى إحدى المناطق في الكويت، وأعد لنا هذا التقرير، خلونا نتابعه.